السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. لو عندك أي استفسار اكتب لنا في التعليق. مع تحيات كابتن وليد عبد الغني. يبدأ بلحظات قليلة نهائي سباق 110 متر حواجز. انطلاقة خاطئة يعاد السباق مرة أخرى. طرد لاعب الجزائر. يبدأ السباق مرة أخرى. يعاد السباق مرة أخرى بعد الطرد لاعب الجزائر. انطلاقة صحيحة. السباق 110 متر حواجز، وزي ما احنا شايفين القوة والسرعة في هذا السباق. انتهى سباق 110 متر حواجز رجال البطولة العربية للشباب والشابات التي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس. بالتوفيق للجميع إن شاء الله. منافسة قوية جدا، وفاز بالمركز الأول المغرب. لاعب قوي جدا. بالتوفيق للجميع إن شاء الله، زي ما احنا شفنا وشاهدنا.